وهنا قاعدة مهمة، وهي إذا نص الشارع على أمر لسبب ثم زال السبب فهل نأخذ بعموم اللفظ؟ إذا نص الشارع على مسألة أو أمر لعلة وسبب ثم زال هذا السبب فهل نأخذ بعموم اللفظ أو نأخذ بعموم المعنى؟ فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذه الثلاثة وهي الخيل والإبل والسهام تجوز المسابقة عليها لأنها آلة الجهاد. الإبل في وقتنا الحاضر ليست آلة للجهاد، فهل يجوز بذل العوض في المسابقة على الإبل أو لا؟ من نظر إلى عموم اللفظ وقال إنه منصوص عليه قال يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص وقال: لا سبق أي لا عوض إلا في نص أو خف أو حافر. ومن نظر إلى المعنى والعلة قال إنه لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز أخذ العوض عليها لأنها آلة الجهاد في ذلك الزمن، ففي زمننا الآن ليست آلة للجهاد، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كذلك أيضا بالنسبة للشعير، طبق هذا على الشعير: نص الشارع عليه لأنه هو القوت في ذلك الزمان وهو الطعام، في زمن الآن ليس طعاما ولا قوتا. التمر أيضا في زمنهم كان قوتا وطعاما يتغدون عليه ويأكلون، في وقتنا الحاضر في الواقع حقيقة يتخذ فاكهة، وغالب الشباب والأطفال لا يأكلون. إذن لو دفعت إليهم فمعنى ذلك أن هذه العائلة الفقيرة أن أغلبهم لن ينتفع بهذا الذي دفعت إليهم. إذن تدفع نقول مما يطعمه الناس ويقتاته الناس، والناس الآن أكثر ما يقتاتون البر والرز هو الذي ينتفعون به.